عندما يتحول النواب إلى أدوات ضاغطة في برلماناتهم، يمكنهم تحقيق أهداف تحرك المواقف السياسية تجاه قضية معينة. المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين عقد مؤتمره الرابع في مدينة إسطنبول، جاعلاً ما يجري في غزة محور عمله. اليوم يحضر المنتدى ممثلين من برلمانات تقريباً 20 دولة عربية وإسلامية، يمثلون يعني نخبة وصفوة من أعضاء البرلمان. من المتأمل أن يعني يزداد الضغط لصالح وقف التطبيع من ناحية، ومساعدة غزة ومساعدة إخواننا في فلسطين بالصمود ودعم قضيتهم سياسيا وإعلاميا. بسبب الأحداث ارتأينا أن يكون هذا المؤتمر أكثر من نصف برامجه مخصصا لفلسطين عموما ولغزة خصوصا. أعمال المؤتمر ستركز على الدعم الفعلي لصمود أهالي غزة واتخاذ خطوات جادة لإيقاف الحرب الصهيونية عليهم من خلال عمل النواب المنضوين في برلمانات دول عربية وإسلامية. سنناقش بشكل جيد دور البرلمانيين، وسنناقش أيضا الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب الذين توحشوا في استهداف الشعب الفلسطيني العازل في غزة. سنهتم أيضا بالمقاطعة الاقتصادية وكيفية تفعيلها وتقنينها. إحنا دورنا هو القول القوي وأيضا التشريع والقوانين. نحن نأمل من خلال هذا المنتدى ومن خلال هذا المؤتمر أن تتشكل لوبيات برلمانية وقوى برلمانية عالمية ليس فقط إسلامية، من أجل أن تقف وتناصر القضية الفلسطينية، وأيضا ترافع من أجل الطفل الفلسطيني، المرأة الفلسطينية، الإنسان الفلسطيني. إن شاء الله بو ملت وكيلري ده إدارجيلريني. بإذن الله سيتمكن النواب من دفع الحكومات في بلدانهم إلى اتخاذ إجراءات مهمة توقف المجازر ضد الفلسطينيين في غزة، وتقدم المساعدات اللازمة لإعادة الحياة فيها ورفع الحصار عنها. يؤكد المشاركون في المؤتمر أن 27 الأول كان بداية تاريخ جديد للتعاطي العالمي مع القضية الفلسطينية ومنعطفا مهما في مساراتها على كافة الأصعدة. إنه الآن القضية الفلسطينية هي رأس القضايا ككل، وهي التي تضع العالم أمام وضع جديد. طوفان الأقصى ويريد أن ينقل العالم إلى وضع جديد كما فعل طوفان نوح عليه السلام. في الأخير إخواني أخواتي، نترحم على كل شهداء غزة. تشريع قوانين داعمة للمقاومين في غزة في برلمانات الدول العربية والإسلامية خطوة مهمة سيسعى هذا المنتدى لاتخاذها. قناة الرافدين الفضائية، فاروق شريف، إسطنبول.